كابتن اسامه الف مبروك للنادي الاهلي، تفوق واضح، ويعني نقدر نقول ان الشوط الثاني مفيش فوارق بين الفرقتين، يعني ما نقدرش نقول ان الانتاج يعني حتى جار الاهلي في الشوط الثاني. لا خالص. اولا الف مبروك طبعا، نتيجه كبيره وكان ممكن تزيد عن كده. الفروق وسعت جدا الشوط الثاني، ودي ليها اسباب كتيره، يعني مش سبب واحد. اول حاجه الشوط الاولاني انت بيجي لك فرص ما بتستغلهاش، سواء في ماتش النهارده، سواء في ماتش دجله اللي انتهى 0-0، سواء في ماتش سيراميكا كليوباترا، ماتشات كتيره بدايتك ما بتبقاش كويسه وما بتستغلش الفرص اللي بتجيلك. الحاجه الثانيه، الفرق اللي بتطمع في النادي الاهلي وبتهاجم بدري بدري بدري، تملي بنقول بيجوا في الشوط الثاني، وكل ما الوقت بيمر الفروق البدنيه والفنيه بتوضح قوي. شفناها في ماتش سيراميكا الشوط الاولاني بيجاروا النادي الاهلي جامد قوي قوي قوي، الشوط الثاني فرق كبير. الاتحاد فرقه الانتاج النهارده، فالفروق بتوسع قوي في الشوط الثاني. الحاجه كمان المهمه، توقيت الهدف زي ما علاء قال وكابتن شريف، انه جه في الدقيقه 48، يعني 3 دقايق من الشوط، دي بتفرق كتير قوي، غير لما مثلا يمر كمان مثلا 25 دقيقه ولا 20 دقيقه، ممكن تكسب، بس الامور بتدي حماس ودوافع للفرقه الثانيه انها ممكن تقف على رجليها ال 15 ولا ال 20 ولا ال 10 دقايق الباقيه وتدافع وتقاتل، وبيجي لهم روح جديده. وفي فرق من اول ما انت نزلت الشوط الثاني، تقريبا يعتبر من اول بدايه الشوط الثاني جبت هدف، وده اللي كلنا بنقوله. عارف اسامه؟ اكيد كابتن مختار كان قال لهم هو عايز يعدي ال 10 25 دقيقه او ربع ساعه دي. مظبوط. اكيد اتكلم في الموضوع ده اللي كانت هتفرق معايا جدا. طبعا تتكلم في نقطه ممتازه، حته الهدف بدري قوي، توقيت الهدف، لانك لو عدى ايمن 20 25 دقيقه تاخد الامور كانت غير كده خالص. بالنسبه للانتاج مش الهدف ده بيفتح الجيم اكتر، بيدي ثقه للاعيبه الاهلي نفسها ان انك انت برضو كسبان، حتى لو 1-0 بتبقى كسبان حتى لو الماتش انتهى كده. فكمان حتى في الفرص اللي بيجي لك بعد كده بيبقى في ثقه اكتر انك انت ممكن تجيبها. فانت الشوط الثاني استغليت، جبت 4 اهداف جميله جدا، وكان ممكن تجيب اهداف ثاني. والانتاج ما ظهرش الشوط الثاني خالص الا غير في لقطه الهدف بتاع باسم مرسي، ويمكن في كوره كده للشبراوي برضو بعد حوالي 20 25 دقيقه من الشوط الثاني. لكن هم كانوا الشوط الاولاني كان في يعني الامور رايحه جايه، لان احنا كنا سايبين وسط الملعب الحاله اللي كان فيها خماسي وسط الملعب الشوط الاولاني، باستثناء يمكن ديانج اللي كان بيقاوح، سواء حمدي فتحي، سواء الشحات، سواء كهربا، سواء حتى قفشه، ما كانوش في حاله جيده قوي الشوط الاولاني. يعني ديانج هو اللي كان بيقاوح وبيضغط وبيجري، الباقي كان في يعني كهربا بيضيع اجوان سهله جدا، الشحات تقريبا ما ظهرش الشوط الاولاني خالص، كان مريح، قفشه ما كانش في الحاله الطبيعيه بتاعته. فالاستحواذ في الشوط الاولاني مختلف خالص عن الشوط الثاني. الشوط الثاني استحوذنا احسن، اتكلمنا في النواحي البدنيه، هم قالوا الاستحواذ بتاع نص الملعب، استغلال الفرص، والهدف البدري، دول اكتر 4 حاجات فرقوا مع النادي. طبعا مع التغييرات اللي نزل كمان ادت تنشيط زياده بشريف، بوليد، طبعا وليد لعيب كبير ومؤثر، وكمان ربنا بيسهل له لانه هو مجتهد، وعارف انت في روح الفانيلا الحمراء زي ما بيقولوا.